اسمي يسرى ياسين، فرنتشر اند برودكت ديزاينر. انا عندي براند اسمه روم نمبر 9، هو متخصص في عمل الفرنتشر او الاثاث. يعني الفكره بتيجي من whatever عيني بتيجي عليه، يعني ممكن اكون بتمشى في حته فممكن اشوف مبنى، اشوف باترن، اشوف حاجه، اشوف تكنيك معين عجبني فابتدي اشوف افكر ازاي يتحول لحاجة تانية. يعني هي فكرة عامة ببتدي أكتب أنا عايزة أعمل إيه، بكتب الكيوردز اللي ورا ده. يعني مثلا لو أنا عايزة product simple، أنا عايزة product مثلا straight lines، ببتدي أكتب الكيوردز دي، فكرة السكتش. يعني عايزة أطلع vase، عايزة أطلع ترابيزة، عايزة أطلع lighting. ببتدي أشتغل بعد كده 3D على الكمبيوتر عشان الأبعاد، عشان أبقى شايفة كل تفاصيله يعني. بس بعدين ببتدي ان انا اطبعه 1-to-1 عشان ابقى شايفه برضو dimensions قبل ما ادخله production. يعني فكره ان انت يبقى عندك حاجه هي على ورق وعلى كمبيوتر از ان هي حاجه 2D، فكره ان هي تتحول بقى ل 3D وتبتدي تشوفها وتشوف ابعادها وتلمسها وتinteract معاها، ده بالنسبه لي اكتر challenge. هما كانت اوريدي يعني كلموني وتواصلنا يعني مع بعض. فكره ان في مكان او ويب سايت او ناس عماله بتفكر انه يعملوا بلاتفورم للمصممين المصريين، ففكره انه حد عايز يجمع كل الكلام ده مع بعض بحيث ان هو يوصل للناس اللي مش عارفه توصل لنا، فانا شايفه ان ده يعني هدف محترم جدا. يعني اوريدي انا عملت تشيك على الويب سايت بتاعهم عشان نشوف هما بيحطوا الصور ازاي، بيوصلوا الناس ازاي، يعني في انتراكت معي ولا لا، فلقيت انه حاجه كويسه جدا. وكمان ان هو اوريدي واصل لكميه من الديزاينرز انا اعرفهم بشكل شخصي، فانا شايفه ان ده لا هو مركز ومختار هو عايز يوصل لمين والايه وعايز يوصله ازاي يعني.